الصوت يا عمان، عل الصوت يا عمان، لا لا لرأس المال، لا لا لرأس المال، ولا لا. مسيرة عمالية حاشدة انطلقت من أمام المسجد الحسيني إلى شركة الكهرباء في منطقة رأس العين لإحياء ذكرى الأول من أيار يوم العمال العالمي، وبتنظيم من اتحاد النقابات العمالية المستقلة للمطالبة بأمور أبرزها تعديل قانون العمل في جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة. المشاركون في المسيرة أكدوا على تمسك الحركة العمالية بحقوقها المتمثلة برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين عقود التأمين الصحي للعمال وإيقاف إجراءات الفصل التعسفي الجماعي وتثبيت عمال المياومة، بالإضافة إلى زيادة بدل غلاء المعيشة. هذا نقيم الاحتفالية، هذه المسيرة هي مسيرة احتفالية بمناسبة يوم الأول من أيار. هذا اليوم العمال العالمي بيحتفلوا فيه كلياتهم من إحياء لكل القضايا وتسليط الضوء على كل القضايا العمالية اللي بتهمهم. إحنا في الأردن يعني في عنا الحركة العمالية تعاني كثير من القضايا، من تدني الأجور، من ضعف أو انفلات بسوق العمل، عدم تنظيم في سوق العمل، التشريعات العمالية الحقيقة غير منصفة للعمال. إحنا من القضايا الرئيسية اللي منطالب فيها أولا لابد من رفع الحد الأدنى للأجور، لابد من تعديلات تشريعات العمل من أجل إنصاف العمال، من أجل أن يكون هناك حرية للعمل النقابي. إحنا بالدرجة الأولى نطالب ونركز، والمهمة الأساسية تعديل قانون العمل الأردني من أجل أن يضمن حرية العمل النقابي. إحنا طبعا من أيد هذه المسيرة من أجل يعني إنه يأخذوا حقوق العمال حقوقهم، وخاصة إحنا سواقين بنعاني من مشكلة إنه إحنا ما إنا نقابة شرعية تحمينا، لأنه يعني وجهت لنا وزارة العمل كتاب إنه بتقول إنه إحنا لا نتبع له يعني وزارة النقل وجهت لنا كتاب إنه إحنا لا نتبع للنقابة العامة للنقل البري والمكانيك، وبالتالي تقدمنا للوزارة بطلب إنه إحنا ننشئ نقابة إنا، وللأسف الوزارة رفضت الطلب تبعنا، ونحن ننتظر في يعني مجلس النواب حتى يشرع ويغير قانون العمل إن شاء الله. هاي خطوة يعني أنا بعتبرها بداية لحل الصعوبات في المشاكل العمالية اللي بتواجه العمال، إنه صار في اتحاد بمثلهم وفي نقابات مستقلة بتمثلهم. وطبعا لو كان في دور للنقابات من فترة طويلة لكان لقينا أنه العمال تبعينا مرتاحين، من سواقين، من عمال كهرباء، من جميع الفئات. وإحنا إن شاء الله إن هاي بتكون الخطوة الأولى على طريق حل مشاكل العمال في الوطن الكريم. اليوم هذا انطلاق للنقابات المستقلة، وهذه أول احتفالية لعمال الأردن، والنقابات المستقلة هي هدية من لعمال الأردن بهذا اليوم. عندنا كان اتحاد قديم، والاتحاد هذا القديم عبارة عن اتحاد كرتوني كان قاصر عن أداء واجبه، وانبثقت هذه النقابات المستقلة لقصور الاتحاد القديم، وبلغ عدد النقابات المستقلة الآن حوالي 20 نقابة وهو في تزايد، والنقابات المستقلة الآن مشت خطوة ولا رجع للوراء، وكل عام والوطن وعمال الوطن بخير. مع الأسف يا سيدي لحد الآن موظفي الدولة مظلومين في حقوقهم، علاوة غلاء المعيشة طالبنا فيها منذ زمن، ولكن دولة رئيس الوزراء أصدر فيها قرار يوم أمس بمنحنا إياها على مدى سنتين. يعني كثير شريحة كبيرة من عمال الوطن يفقدون حقوق رئيسية شرعية دستورية نفتقد لها. يجب فصل النقابات المهنية عن النقابات العمالية، لأن الحركة العمالية في الأردن هي متغول عليها. أخاطب أصحاب الضمائر في هذا الوطن الحبيب وأصحاب القرار في هذا البلد العزيز أن ينظروا بعين الاعتبار إلى أبناء هذا الوطن والعاملين الكادحين في جميع مواقع عملهم، وبشكل عام في الشركات الخاصة وفي وزارات وفي مؤسسات رئيسية وفي جميع مواقع العمل. داعين الله أن ينظر هؤلاء الناس أو أصحاب القرار في هذا البلد إلى هؤلاء الناس أو إلى هذه النخبة، والذين يعملون جنود مجهولين في مواقع العمل. وبداية من حب نوجه بالمعايدة على أبو العمال جلالة الملك، ونقول له
يا أبو العمال إحنا عمالك، إحنا أولادك، خلينا بعينك وتفرج علينا. ما مندور ولا على أي إشي، مندور على حقوق بسيطة، مندور على أبسط الحقوق في تأميننا بحياة كريمة. وإحنا طالعين اليوم ونحكي لك هذا الحكي حتى تشوفنا بعينك وتدير بالك علينا. وإحنا كنقابة مستقلة لسائقي العمومة بالأردن ذات الحقوق المهدومة المهضومة اللي ما عندها ولا أي حق، لا حق التأمين ولا حق الصحة ولا حق العطل ولا حق بحلب الحياة الكريمة، نطلبك بأنك تتفرج علينا بعين من الشفقة والرحمة وتأمننا أبسط حقوقنا، والله يديمك ويخليك فوقنا. أنا الناطق الرسمي باسم الفئة الثالثة بمديرية زراعة محافظة الكرك والألوية التابعة لها، مطالبنا تتمثل وبصفتي أحد النقابيين والناشطين في الحراك العمالي منذ سنوات. نطالب أول شيء بتثبيت عمال المياومة. أنا بهذا اليوم يعني اسمحوا لي باسم الجميع المشاركين أن نلقي تحيتنا لكافة العاملين في الميدان، وزي ما رأيتوهم قبل شوية في عطلتهم يعملون، هم عمال الوطن الذين يستحقون هذا الشكر وهذا الثناء وكل الحب والتقدير والمباركة لعمال الوطن بكافة أنحاء الوطن العربي الذين هم صامدون ويطالبون بحقوق الشرعية. ما بيطالبوا زيادة على الناس، ولكن بيطالبوا بحق شرعي. وإحنا كاتحاد نقابات مستقلة وكنقابة العاملين في أمانة عمان بنطالب أن يكون هناك استقرار وأن يكون تغيير بالتشريع القانوني من أجل أن نأخذ حقنا والدفاع عن الحقوق المكتسبة وحقوقنا لجميع العاملين بشكل عام. نطالب بأن يكون هناك عدالة في قضية الحد الأدنى للأجور، وأن يكون هناك حرية التنظيم النقابي بما كفله الدستور لنا. بهني جميع العمال في عيد العمال، وبنتمنى أنه الحكومة تلبي مطالبنا في تثبيت عمال المياومة. واللي بنتمناه من جلالة سيدنا أنه ينصفنا وينصف حقوقنا كعمال، وخاصة فئة السائقين. عندنا 80,000 أو 82,000 سائق عامل تقريبا في المملكة ما حصلنا على حقوقنا، وكثير ناس يتهمشوا لا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي. وإحنا يعني فنينا عمرنا وإحنا بهالمهنة بنخدم المواطنين ونخدم الناس وبنداوم حوالي 12 ساعة، ويلا يلا ملحقين ضمان التاكسي. إذا كانوا السائقين ليست عمال وليست أصحاب عمل فما هم إذن؟ المسيرة التي شارك فيها المئات ونددت بالقرارات الحكومية التي من شأنها المساس بمعيشة العامل الأردني واستقراره الوظيفي على حد وصف المشاركين، الذين دعوا أيضا إلى تعديلات واسعة لقانون العمل تمكنهم من الحصول على حقوقهم العمالية. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.